بحرفية بالغة، الفن يطوع الحديد بأشكال مختلفة، يستوحي من الطبيعة الإبداع، ويستقي من روح الواقع ألوان الأناقة والفخامة. تصميم المفروشات وصناعتها مهنة عريقة ابتدأت ببساطة وتطورت بمهارة، وهي كغيرها من الأعمال تحمل بين طياتها الكثير من الأسرار. مهنتنا مش مهنة، هي عبارة عن فن ذوق، بدك توصلي شغلة للعالم اللي عم تدور على شيء غريب. هون بوقف دورنا نحن اني نوصل الشيء الحلو للبيوت الزبائن. فينا نقول صنعة بدائية. الحديد معروف من القديم، مش اليوم الحديد المشغول، اليوم نعرف من القديم، ولكن هلا أخذناه بموضة عصرية. صناعة تصميم المفروشات تعتمد على كثير شغلات، فبالبداية هي مواد أولية بسيطة، بس اليد العاملة هي اللي عم تبدع فيها، بتطالعها بتوصلها للناس بطريقة كثير حلوة. ما هو الحديد معروف حديد عادي، بس طريقة الفن والصقل والإبداع هي مستوحاة. أنا باخذ مثلا ناخذ أفكارنا من الطبيعة، نستوحي أفكارنا من الطبيعة، من شغلات لها علاقة. ممكن أشوف عقد يعجبني حركة فيه أعمله على سرير، يعني شغلاتنا مستوحاة من الطبيعة أكثر. نحن نعتمد في البداية على تصميم بسيط، يعني ناخذ الزبون شو في براسه، شو بيحب، نحن على ضوءه نعمل له رسم بسيط على ورقة بسيطة، بيشوف أوكي. هون بيصفي التنفيذ على الواقع. التنفيذ على الواقع هو اللي بيعطي الجمالية. نحن بنرسم القطع على الطاولة في المصنع، بنفصل كل قطعة بقطعته. فن تصميم الأثاث مهنة لها الكثير من الإيجابيات، وكذلك لابد لها أيضا من صعوبات. إيجابيات المهنة إني أنا أرضي الزبون، هي من الأساسيات. لأن الزبون بيجي لعندك، في زبائن تيجي محتارة ما بتعرف شو بدها، أنت عليك توصلي الشيء الحلو للزبون لحتى يكون في إيجابية في الموضوع، في مصداقية، أن يكون في شيء حلو في بيته، شيء مميز. أنا ما بقدر بعطي أي شيء مش راضي عنه، مستحيل أوصله لبيت الزبون. بالنسبة للمهنة هون نحن، أو الإيجابيات تبع المهنة بالضبط، أنا بتعامل مع كتير جنسيات، مع كتير عقول مستحيل تشوفي شخصين مثل بعض. بدي أرضي الكل، بدي أوصل لشغلة إني أشوف الابتسامة على وجه الزبون آخر شيء. لما بيشوف في البداية بيشوف شغلة على الورق مش واضحة، آخر شيء بيشوف شغلة في البيت واو شيء كتير حلو، بدي أشوف هالشغلة. الثانية في جنسيات كتير، حضارات كتير، إنسان بيحب شيء، إنسان ما بيحب شيء، شيء موفر كتير. بالإيجابيات المهنة أنا بعطي شغلة للعامل بيكون بيبدأ معي من صفر، عم يطالع آخر شيء قطعة بتتكلم عن نفسه. هاي نقطة كتير إيجابية وضرورية. الصعوبات اللي بتواجهنا هون صعوبات كثيرة، هي الحرارة بالصيف، يعني حرارة على حرارة، شغلنا كله بالنار. يعني تطويع الحديد مش شغلة سهلة، شغلنا كله بالنار، حرارة على حرارة مشكلة كتير كبيرة بالصيف. مع أنه بيصير عنا ضغط شغل، ولكن الإنتاج بيكون خفيف عنا، يعني العامل بيتعب، ونحن لازم مثلا ندير بالنا على من نعطيه راحة جسده وحقه لحتى يعطينا إبداع. شغلنا كله فيه إبداع. كمان أيضا في عنا من السلبيات هي مشكلة اللحام، النور اللي بيجي على العين. هذا إذا ما كان العامل أخذ احتياطاته صح، أو نحن هون ككادر منتبهين عليهم صح، بنواجه صعوبات كثير، إصابات في العين، أيام نسرات حديد بتفوت في العين، جرح ممكن لا سمح الله أي عامل ينصاب بجروح. هاي صعوبات تواجهنا كثير، لازم نكون متداركين احنا أكثر منها. تمر مهنة تصميم وصناعة الأثاث بمراحل عدة حتى تصبح قطعة نفيسة بأبهى حلة. أول شغلة احنا مرحلة التصنيع هون، بنجي بعد ما بنصمم في المعرض نجي لهون، هون بتبدا بقى مرحله الشغل الحقيقي. مرحله الشغل الحقيقي ناخذ الرسمه اللي احنا متفقين عليها مع الزبون، بنرسمها على الواقع على الطاوله على ابعادها، على المقاسات الحقيقيه اللي لازم تتنفذ عليها. مثلا سرير عرضه 180، بنرسم على الطاوله 180 سنتي، وبنرسم الرسمه وبنصير بنفصلها خطوه خطوه. بعد ما بنرسمها بنصير بناخذ المقاسات، كل قطعه لوحدها، كل قطعه قديش تطلع مقاسها، كله بيتسجل، بيروح على الجراندر على المقطع، بينقص بالجراند كل القطع
وبصيبها بتتشكل التشكيل الحقيقي للشكل اللي نحن بدنا اياه. مصيبة قد تطعيج واللف على الايد، كل مهنتنا هون كلها يدويه. هناك العديد من السمات التي لا بد من توافرها بمن جعل فن تصميم الاثاث وصناعته مهنه له. المصمم المبدع اول شغل انه ما يعتمد على غيره، ما يعتمد على صوره ممكن يشوفها في النت، لازم دائما يعطي افكار من راسه، افكار تكون جديده، افكار تكون قويه لحتى يقدر يستمر. لان اذا بدي اقلد تقليد او صوره اجيبها من النت، صوره اجيب من هون، صوره من هون، ما عملت شيء. انا بدي ابدع شيء يكون ما اقلد غيري، يكون العالم تقلدني، مش انا امشي ورا الناس، الناس تمشي وراي. وايضا يكون عنده بال طويل، يكون عنده مخيله واسعه، يكون عنده افكار جديده دائما. يعني زي ما كان في خيال واسع ما عنده افكار يطلعها على الورق او ينفذ شغله. اذا بدي اعتمد انا اجيب مثلا صوره وانفذ، ما عملت شيء، ما ابدعت. بيكون في ابداع في الموضوع. في اختيار الاثاث لابد من معرفه الجوده والخصائص التي تميزه عن غيره من الاثاث. بالنسبه للحديد، نحن عم نحكي على مجال بالنسبه اللي بيميزنا عن غيرنا هي المتانه. اني انت لما بتشكلي كرسي من المستحيل اني ينكسر. في عندي شغله كثير ضروريه بالنسبه للمفروشات الحديد، انا فيني اغير ديزاين مع اعتمادي على الهيكل الموجود. انا اليوم فصلت كرسي، بعد سنه الزبون ما عجبه، ممكن اشيل الديزاين واحط ديزاين جديد، هذا الشيء غير موفر بالمفروشات الخشبيه. للفن صناع وللتصميم رواد، رسموا الإبداع وجعلوه واقعاً ملموساً بأنامل ذهبية مزجت ما بين الراحة والابتكار، حتى غدت مهنة صناعة الأثاث وتصميمه من الأعمال التي أخذت مكانتها المرموقة بين أهم المهن التي يشار إليها بالبنان.